الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. طالبت اللجنة المالية النيابية الوزراء المعنيين بقطاعي المال والطاقة إضافة إلى محافظ البنك المركزي بالكشف عن أسباب عدم تحقيق الإيرادات المرسومة في الموازنة. وأكدت اللجنة المالية على ضرورة تعظيم الإيرادات المالية والسيطرة على الإنفاق الحكومي المتضخم لتلافي أي أزمة مالية طارئة. كما أقر المجتمعون بحسب مصادر مطلعة بأن عدم تحقق الإيرادات المرسومة في الموازنة يمثل أخطر التحديات التي تواجهها البلاد مالياً. كما أكدت اللجنة المالية أن الحكومة ملزمة بتمويل جميع المشاريع المدرجة في الموازنة. كشف النائب ياسر الحسيني عن أن العراق يتعرض لخسارة بقيمة تريليون دينار سنوياً بسبب الفساد في شركة الموانئ، واصفاً ما يحدث بالخطير. وقال النائب الحسيني إن لجنة التحقيق النيابية تثبت يوماً بعد آخر حجم التجاوزات الكبيرة على المال العام، والأرقام الموثقة تؤكد بما لا يقبل الشك بأنها أعلى مما قد ذكر سابقاً من ناحية الخسائر والتجاوزات المالية بشكل عام، مؤكداً أن المرافق الاقتصادية في البلاد أصبحت رهينة لشركات تابعة لقوى سياسية ولعشرات السنين. كشف مختصون في الشأن الاقتصادي عن ضعف في النظام المصرفي العراقي، مؤكدين وجود 80% من الكتلة النقدية في بيوت المواطنين. وبحسب المختصين فإن هناك ضعفا بقدرة الجهاز المصرفي باستيعاب جميع السيولة النقدية المتوفرة لدى المواطنين، فهذه السيولة قد تكون أغلبها داخل البيوت بعيدا عن المصارف، مشيرين إلى أن حجم السيولة النقدية الموجودة في البيوت لدى المواطنين تقدر بأكثر من 80% من الكتلة النقدية المصدرة، وهذا يشكل ضعفا لدى الجهاز المصرفي لعدم استثمارها. قالت مصادر صحفية إن مشهد الإضراب عن الدوام في دوائر كردستان العراق عاد بعد أن اختفى في الأشهر الماضية على ضوء اتفاق الحكومة في بغداد وحكومة كردستان العراق ومباشرة حكومة أربيل بتوطين رواتب موظفيها في البنوك. وأضافت المصادر أن دائرة مرور السليمانية أعلنت إضرابها عن الدوام بسبب تأخر صرف الرواتب، فيما أعلنت دوائر كاتب العدل والضريبة والكهرباء في مناطق كرميان وحلبجة وسيد صادق إضرابها عن الدوام أيضا لنفس السبب. أوضح مستشار رئيس الحكومة لشؤون المالية مظهر محمد صالح أن اعتماد الدينار في تسعيرة النفط أو ما يسمى البترو دينار يقتضي ابتداء توافر عملات احتياطية أجنبية أو ذهب. وأضاف صالح أن تلك الاحتياطات الأجنبية يجب أن تكون متوفرة كشرط ضروري وتعمل وفق معيار عال من الكفاءة الضامنة لاستقرار سعر الصرف المربوط بالنفط أي البترو دينار، بغية التحوط لمواجهة تقلبات أسعار النفط لضمان استقرار سعر صرف البترو دينار نفسه. إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن. ختام الموجز للقاء.